خلينا نروح لواحد من الجنود المعلومة الحقيقة مش المجهولة، أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وترس من التروس الكبيرة جدا في مجلس إدارة النادي الأهلي زيه زي بقية الأعضاء بالكامل، أستاذ طارق قنديل. أستاذ طارق ألف مبروك يا حبيبي. ألف مبروك ليك يا كابتن إسلام، ومبروك لكل الأهلاوية، ومبروك لمصر كلها. حاجة إنجاز جميل في سلسلة الإنجازات اللي بيحققها النادي الأهلي بيشرف بها مصر الحمد لله. الحقيقة يعني أستاذ طارق، مجلس إدارة بقيادة كابتن محمود الخطيب أدى ما عليه خلال الفترة اللي فاتت، أعتقد أن هذا تتويج للمرة الرابعة بالبرونزية الثالثة، كنا نتمنى أن يكون أفضل، ولكن أربع مرات برونزية أعتقد شيء رائع. موضوع عظمة النادي الأهلي وعظمة جمهوره أنه دايما بيسعى يبقى رقم واحد. فشوف الجمهور كله، وإحنا من الجمهور كان نفسنا نلعب المباراة النهائية، ومع ذلك الحمد لله إنجاز عظيم برضو للنادي الأهلي بيشرف فيه مصر إن دي رابع برونزية، وبنشرف كمجلس كابتن محمود الخطيب إن على مدار أربع مباريات مشاركة في كأس العالم للأندية إن دي تكون ثالث برونزية. والحمد لله حاجة عظيمة، شهر جميل توجنا فيه كأفضل نادي في أفريقيا، خدنا فيه البرونزية. دايما النادي الأهلي بوضعه الجميل وبجماهيره العظيمة صورة مضيئة لمصر. أستاذ طارق، يعني الحمد لله والشكر للنادي الأهلي، تقريبا بسم الله ما شاء الله، يعني السنة اللي فاتت كنا عاملين حفلة الأهلي استثنائي لأنه واخد كل البطولات تقريبا أو معظم البطولات في كل الألعاب. اللي جاي إيه في ظل هذه الوعود الصعبة جدا 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 بالقادم؟ بص حضرتك، ده طبعا يعني بيحط مسؤوليه اكبر علينا كلنا تجاه جماهير النادي الاهلي، لان دايما النادي الاهلي متعطش للبطولات، بتنتهي بطوله على طول البطوله اللي بعدها. صحيح. والنادي الاهلي قدره انه بيشارك في بطولات كتيره جدا، اللعيبه دي يعني على درجه من الاجاده والسطحيه جامده جدا، هم والجهاز الفني وكل من يعمل في جهاز الكوره. يعني لو حضرتك تاخد بالك من كم يعني دوري السوبر الافريقي معاها بطوله افريقيا، الدوري، مشاركات في الكاس، كاس العالم الانديه، هيطلعوا على الامارات يلعب ماتش يوم الاثنين. صحيح. حاجه كلها طبعا، وهو ده التحدي اللي فيه النادي الاهلي دايما، وده قدر النادي الاهلي وراضيين بيه، وبنامل ان احنا نكون دايما على قدر طموحات النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي دايما. مش هنلحق نحتفل ولكن بصراحه زي ما حضرتك قلت، هذا الجيل من اللاعبين يستحق كل التحيه، هذا الجيل او مجموعه اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين دلوقتي يستحقوا كل التحيه، رئيس مجلس الاداره والكل الحقيقه يستحق التحيه. قبل ده وده جمهور يستحق كل حاجه حلوه، وهو الداعم والمساند الاول لكل شيء حلو في النادي الاهلي. جمهور عظيم جدا، قيادة الكابتن محمود الخطيب يعني يشهد لها الجميع. الحمد لله لو تحسب في الست سنوات اللي هي مجلس كابتن محمود الخطيب، ربنا أنعم علينا ببطولات محلية، دوري أربع مرات، كأس مصر مرتين، سوبر مصري أربع مرات، تاخد أفريقيا ثلاث مرات، سوبر أفريقي مرتين، النهاردة الثالث برونزية كأس عالم. الحمد لله فضل من ربنا كبير جدا، وربنا يديمها نعمة دايما يا رب على جمهور النادي الأهلي وعلى النادي الأهلي. أخيرا يا أستاذ طارق، لو عايز تقول أي حاجة لجمهورنا، لمجلس إدارتنا، للاعبتنا، لجهازنا الفني. النادي الأهلي منظومة متكاملة دايما بتسعى للأفضل، دايما تسعى لمنصات التتويج، جمهور عظيم جدا جدا جدا، لعيبة على قدر من الاجتهاد والنشاط غير طبيعي اللي كنا عمالين نسرده، يعني كم بطولات بشكل فيها كتير جدا، أجهزة فنية عالية. نأمل إن دايما الأفضل إن شاء الله، ونشوف الأهلي إن شاء الله برضه إن شاء الله يا رب يتوج دايما كأفضل أندية أفريقيا، بل أفضل أندية العالم يا رب. أنا بشكرك جدا يا أستاذ طارق على وجودك معانا، الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مرة تانية ألف ألف مبروك وكل التحية لمجلس إدارة بقيادة كابتن محمود الخطيب، استطاع أن يقود سفينة النادي الأهلي خلال الست سنوات الأخيرة مش إلى بر الأمان، والنهاردة أنا بقولها بالفم المليان، كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته يستحق كل التحية
وكل شيء جيد وكل حاجة حلوة.